النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. حتى نهانا عن قولنا: اللهم ارحمني إن شئت. بعض الناس يقول للبعض: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله ييسر لك إن شاء الله. هذه غير صحيحة. اعزم بالدعاء، قل له الله يرحمك، قل له الله يغفر لك، قل له الله ييسر لك. اترك إن شاء الله مع هذه. بل أنا يحضرني هنا يعني من اللطائف في هذا الجانب، مرة قلت على واحد، قلت فلان الله يرحمه، فقالوا بس شيخ هو لا زال على قيد الحياة. قلت لهم لعد الله لا يرحمه. قالوا لا شيخ ما قلنا هالشكل. قلت لهم لعد احنا ما قلنا عليه شيء، حتى لو كان على قيد الحياة قلنا الله يرحمه، والرحمة هذه طيبة للحي والميت. على كل حال، الدعاء تذلل وخضوع وخشوع لله عز وجل. يعني مرات في قناعتي أقول أنه إذا دعيت وحسيت أنه قلبك تفاعل مع هذا الدعاء، بل ربما أنت بتشيت أيضا، تأكد إلا ما شاء الله أن رسالتك لله عز وجل وصلت، لأنها خرجت من إيش؟ خرجت من قلب ولم تخرج من اللسان فقط. والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا ولا إلى أشكالنا، وإنما ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبنا. الله يحفظكم ويبارك فيكم.